قلبها في راسك مع الدكتور هاني الغامدي. السلام عليكم ورحمة الله. رمضان جاء. رمضان جاء. طيب إيش نسوي؟ نصوم ونصلي ونخاف الله شوية؟ أيوة، بس على فكرة في فرصة مرة مهمة في رمضان إنك أنت تسويها. طيح الحطب. إيش يعني؟ يعني تسامح. تسامح مع نفسك، تسامح مع غيرك. ترى فرصة. حيكون الأجر بإذن الله مضمون بقدرة المولى عز وجل، وهو طبعا الأجر مضمون في أي وقت من أيام السنة، لكن في رمضان عشان تثبت لنفسك في الجزء النفسي بأنك أنت سويت شيء له أكشن، يعني تعتد بنفسك كده وتفرح بأنك أنت اتنازلت وتسامحت مع سين وعين وصاد من الناس. وياريتك أول ما تتسامح تتسامح مع نفسك بأنك أنت تقلب الصفحة. ترى أنا كثير أقول الكلمة دي، نقلب الصفحة. إيش يعني نقلب الصفحة؟ ترى الدنيا أحبائي محطات. يعني إيش محطات؟ يعني زي محطة القطار، عندي محطة أنزل فيها، والمحطة هذه قد يكون فيها الخير أو الشر. جلس شوية، جربت، أركب القطار مرة تانية، أنطلق للأمام وأروح إلى محطة أخرى. هكذا هي الحياة. في ناس تنزل في محطة وتجلس فيها، فيها الشر يقول لك أنا مبسوط كده، طب غير، يقول لك أنا أبغى كده، طب أطلع القطار، طب غير من أمورك، طب حاول يكون في عندك تغيير في حياتك. لا لا، خلاص هو ده المكان وانتهينا. ففي ناس تقعد في هذه المحطات، وفي ناس تركب القطار وتنطلق، وفي ناس تحول نفسها إلى قطعة من القطبان تعدي من فوق الأحداث والأشخاص، هو قاعد مكانه ويقول لك التغيير ما جاء. التغيير ما جاء؟ مين تغير؟ حتى في التوجيه القرآني موجود. لو قرينا أي آية من الآيات أو الأحاديث أو الأمور اللي في السيرة النبوية للمصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ترى كلها تغيير من خير إلى خير، كلها دائما فيها تغيير من شيء إلى شيء. التغيير سنة الحياة. احنا بنسمع الكلام ده، التغيير سنة الحياة، والتغيير والتغيير، بس سوينا لا ما سوينا، وانا اسوي كيف؟ كيف تبغاني اسوي؟ خلي الامور تتغير. حتى لما تتكلم مع زوج او زوجة، هو ما سوى، هو ما غير، انت غير، انت غيري، انت ابدا. طيح الحطب. جزئية التسامح دي مهمة. اتسامح مع نفسي بدل ما افضل اشيل في صدري ملفات فلان وفلان 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 وشايلها. وترى على فكرة أنا اللي متنكد، وأنا اللي تعبان، وأنا اللي شايل الهموم، والدنيا ما هي ماشية على كيفي، الهوى والجمهور ضدي. مين قال الكلام ده؟ أنت اللي حاطط نفسك في مكان وما أنت عارف تسنتر الأمور بالطريقة الصح عشان تشوت. وإلا ترى الأمور بيدك بقدرة المولى عز وجل. والله ما هي بيدي، والله يا عمي اهدى شوي، اهدى، دور جد لنفسك زوايا مختلفة للنظر إلى هذا الملف. والله الذي لا إله إلا هو، إلا ما تلاقي لك مخرج بقدرة المولى عز وجل. بس الأهم أنك تطيح الحطب، مو حانق غاضب زعلان وفي الآخر تبغى الأمور تتم بالتغيير. هو خليه يتغير، الله يعينك، خليك مستني مكانك، ترى هو ما حيتغير. طب هو ليه ربنا ما هدى؟ طب ليه تبغاني أنا اللي أنهدي وأنا اللي أنعدل؟ طب ابدأ بنفسك يا سيدي، ابدأ بنفسك عشان راحة صدرك، ترى مو عشان راحة الآخر. أنا يهمني راحة البال. بكل سجدة ندعي ربنا عز وجل إنه يكرمنا براحة البال. راحة البال هذه كيف تجي؟ كرتون كده ينجي نحط لك جنب الباب؟ لا، هذا أنت اللي تقررها بنفسك. كيف؟ بأنك أنت تطيح الحطب. يعني أصير مفلت في حياتي، كل ما صار شيء كده خلاص أتسامح وأصير عادي، ما الناس بعدين على قولتهم حتركب فوق ودلد رجولها. لا، ما حتركب فوق رقبتك ولا دلد رجولها. ترى في الآخر أنت صاحب القرار، أنت الشخص اللي بكل بساطة تحس إنه هذا ما يستحقه الأمر عشان تهدأ وتروق وتريح بالك. وإلا ابقى كما أنت. ترى على فكرة ثلثين اللي بيسمعونا حيناموا الليل الطويل، ترى ما هم دايرين عن همك. أنت الوحيد اللي حاطط نفسك في ذا الهم، أنت الوحيد اللي شايل هم الدنيا وشايل دي الملفات في صدرك. أتسامح يا عمي، فوت الأمور، خليك شخص تتجاوز هذه المواقف، لأنه ترى الدنيا كلها تجارب. إذا أنت قعدت مسكت هذه الملفات واعتديت بكل ملف، على فكرة بين قوسين ترى أغلبها ملفات سخيفة، لكن في الآخر ملف على ملف على ملف على ملف، حتلاقي صدرك وجعك، وترى الأمور ما حتتغير، وانت صاحب القرار. يا تنام الليل الطويل وترتاح وتخش وتبدأ على الأقل تدخل حياة نظيفة عشان تكون أمام المولى عز وجل وانت موجود في صلاتك مرتاح، عشان لما تخرج من الصلاة تحس إنه الحياة ماشية ماشية على يدك. إنما تبى تقعد تعتد بالملفات دي وتقعد تتوقف عندها، الله يعينك. ترى على فكرة احنا مبسوطين، ترى عايشين حياتنا بالطول والعرض، انت صاحب القرار. فجد لنفسك مسارات مختلفة. رمضان فرصة، عشان في رمضان خلال 30 يوم حتحول الأمور إلى السجية بالتدريب المستمر. بعد رمضان حتلاقي نفسك جاهز. قلبها في راسك، شوف ايش اللي ممكن يصير معك. ترى على فكرة فرصة لا تضيعها،
وبكرة إن شاء الله من اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله.